جولة في الصحافة حول العالم وإليكم أبرز العناوين. وول ستريت جورنال تركز على تجدد تهديدات داعش ومدى قدرة واشنطن على مواجهتها. بوليتيكو تستعرض العقوبات الأمريكية القادرة على ردع أي هجوم روسي على أوكرانيا. هل تنضم اليابان لتحالف أوكس في مقابل حلف روسي صيني كوري شمالي؟ سؤال تطرحه ساوث تشاينا مورنينج بوست. اهتمت الصحف العالمية بالهجوم الذي تعرض له سجن غويران من قبل عناصر تنظيم داعش في الحسكة شمال شرق سوريا. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا تحت عنوان تنظيم داعش يقتل جنودا في العراق ويهاجم سجنا في سوريا. قالت الصحيفة إن هجوم داعش على سجن غويران الذي أسفر عن مقتل العشرات وكذلك حادث مقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم في ديالى شمال شرق بغداد نسب لتنظيم داعش، وما وقعتان سلطتا الضوء على التهديد الذي لا يزال يشكله تنظيم داعش رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها على الأرض في سوريا والعراق في الأعوام الماضية. أضافت الصحيفة أن الهجوم على السجن واستمرار المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في محيطه يمثل أسوأ أعمال عنف مرتبطة بتنظيم داعش خلال عام، ما يظهر قوة التنظيم ونفوذه والتهديد الذي يمثله كتنظيم يعمل سرا لتنفيذ هجمات وتفجيرات. قالت الصحيفة إن الهجمات الأخيرة تسلط الضوء على معضلة تواجه واشنطن وتتمثل في كيفية مواصلة القتال ضد تنظيم داعش مع تحركها لتقليل وجودها العسكري في الشرق الأوسط وتحويل تركيزها إلى مواجهة روسيا والصين، مضيفة أن قوات سوريا الديمقراطية والقوات العراقية أعربت عن قلقها بشأن التزام واشنطن تجاه المنطقة بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان العام الماضي. نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يعتقدون أن داعش لا يزال يمثل تهديداً لكنه غير قادر على الاستيلاء على المدن الكبيرة كما فعل في ذروة قوته. ينضم إلينا من بون مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. سيد جاسم، يعني هل بالفعل ما زال التنظيم بقوته وهل ما زال قادرا على تنظيم صفوفه مرة أخرى؟ العمليات الأخيرة وحتى خلال العام الماضي نلاحظ أنه هذا التنظيم صعد من عدد العمليات، وكانت العمليات في الغالب في سوريا والعراق هي الكر والفر. ربما كانت هنالك بضعة عمليات نوعية حققها ربما في العراق وكذلك في سوريا. هو يتمركز في المناطق النائية وينطلق من هذه المناطق لتنفيذ عمليات. لو تحدثنا عن العراق على سبيل المثال، حوض حمرين كانت هي النقطة الساخنة في العراق، وكذلك البادية السورية وقطع الأرتال كانت ربما هي السياسة أو الاستراتيجية التي يتبعها التنظيم. خسر الكثير من قدراته بعد خسارة معاقله في عام 2017 نوفمبر في سوريا والعراق، ولكن ما حدث الآن في سجن غويران وكذلك الهجوم على العظيم سرية عراقية، هذا يقول بأن التنظيم نجح في استعادة قوته نسبيا في تنفيذ عمليات من هذا النوع. التقديرات تقول بأنه مثل ما جاء في تقرير الوول جورنال ستريت أن يعني التنظيم غير قادر على يعني السيطرة على مدن، أو بالأحرى حتى التنظيم استفاد من تجربته السابقة وهو لا يخطط وليس في وارد يعني إقامة ما يسمى الخلافة المكانية بقدر ما تنفيذ عمليات إرهابية. طيب، يعني ما هي استراتيجية التنظيم خلال المرحلة المقبلة؟ إذا كانت الصحيفة أيضا تشير إلى أن استراتيجيته وما يقوم به من عمليات يعني أنه غير قادر على السيطرة على المدن الكبيرة وكل ما يستطيع فعله هو عمليات متفرقة، هل يعني ما هي الرسالة من وراء هذه العمليات وما هي الاستراتيجية الجديدة التي يتبعها التنظيم؟
الاستراتيجية أو الرسالة التي يبعثها التنظيم، أو حتى إذا أردنا أن نقيم هذا التنظيم، أنه في ضوء هذه العملية أنه هذا التنظيم بدأ يمتلك قدرات أفضل من القدرات السابقة، أنه هذا التنظيم لديه قدرة في التخطيط وكذلك عمل ممنهج بتنفيذ عمليات غير عشوائية يتم التخطيط لها، وهو أيضا حاصل على التسلح وعلى التمويل، برغم أن هذا التسلح والتمويل هو ربما ليس يكون أو لم يكون بالقدر الكافي، لكن العمليات التي ينفذها هي تحتاج ربما لا تحتاج إلى تمويل كبير بقدر ما تحتاج أسلحة خفيفة أو متوسطة. فإذا يريد أن يقول بأن هذا التنظيم ما زال مستمرا وسوف يقوم بتصعيد عملياته، وأجد أنه ما حدث في سوريا والعراق هذا ممكن أن يتكرر، وكذلك يبعث أيضا رسائل إلى عناصره وأنصاره إلى تنفيذ عمليات على هذا الغرار. طيب فإذا سيد ليس جاسم، يعني هنا مستبعد أن الصحيفة تتكرر. يعني تحاول أيضا أن تلقي المزيد من الضوء حول استراتيجية الولايات المتحدة في محاربة داعش أو مواصلة القتال ضد داعش في ضوء الانسحاب، تقليل يعني التواجد الأمريكي أو الانسحاب ربما بشكل كامل من مناطق عدة في الشرق الأوسط. يعني كيف يمكن أن نفهم هذه الاستراتيجية الأمريكية؟ استراتيجية أمريكا هي غير واضحة في محاربة التطرف والإرهاب، هي تقوم على أساس وجودها في التحالف الدولي، ولذلك كان أيضا خلال إدارة السابقة إدارة ترامب وحتى الحالية هنالك تراجع كثير من يعني دور الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، حتى لو تحدثنا عسكريا، لو تحدثنا عن العراق وكذلك سوريا تحديدا، وحتى في الساحل الأفريقي كان هنالك تراجع إلى الدور الأمريكي. وأعتقد أنه ربما يتعلق الأمر في الجيوسياسي مثل ما جاء في التقرير بأنها هي تتجه نحو مواجهة الصين، وهذا يعني أنه يثير قلق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ويثير أيضا مخاوف الحكومات المحلية والإقليمية في مكافحة الإرهاب، لأن الولايات المتحدة والتحالف الدولي الآن أستطيع القول هو غائب وغير موجود، وما حصل في سوريا تحديدا برغم وجود طائرات أو ربما إسناد من التحالف، لكن نلاحظ أنه غير قادر حتى على حماية حلفائه. على سبيل المثال هنا نتحدث عن قسد. طيب يعني مبعث خوف دول المنطقة ربما من يعني الغياب الكامل أو تكرار ما حدث في أفغانستان من الانسحاب الكامل والفوضوي وغير المدروس والمفاجئ أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد أن هذا السيناريو يتكرر مرة أخرى؟ هذا ربما ما زال سؤال مفتوح. البعض يعتقد بأن ما حدث في أفغانستان لا يمكن أن يكون في العراق، بالرغم أنه في العراق تم يعني تحول القوات الموجودة الأمريكية من قتالية إلى داعمة، لكن أجد هنالك تراجع أيضا في العراق، ولذلك ما يحصل الآن في العراق تحديدا هو بسبب تراجع القدرة القتالية للولايات المتحدة، أو ربما تحييد القدرة القتالية للقوات الأمريكية من قبل العراق. ولو لاحظنا أنه الفترة التي نشط فيها تنظيم داعش هو مع تراجع أو مع يعني الاتفاقية الأخيرة التي عقدها العراق بأن تكون القوات الأمريكية غير قتالية، ولذلك خسر العراق الكثير من الدعم اللوجستي من قبل الولايات المتحدة. فهذا ما يحصل الآن في المنطقة، لا توجد سياسات واضحة، لا توجد استراتيجية واضحة، وهذا يعني دول المنطقة يجب أن تتحمل المسؤولية، ويجب أن تصل إلى تحالف جديد أو اتفاقات جديدة، تعاون جديد، أن تكون سياسة واضحة، استراتيجية واضحة، وهذا ما مطلوب في الوقت الحاضر. إذن من بون جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، شكرا جزيلا لك. هددت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بفرض عقوبات جديدة على روسيا حال شنها غزوا على أوكرانيا.
صحيفة بوليتيكو الأمريكية تناولت الموضوع في مقال رأي تحت عنوان العقوبات الأمريكية التي يمكنها إيقاف بوتين. قال المقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت موسكو من دفع ثمن اقتصادي باهظ في حال غزو أوكرانيا، مضيفاً أن هناك شكوكاً في ماهية العقوبات التي ستكون كفيلة بردع الكرملين في ضوء استمرار العقوبات الأمريكية على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، حيث كانت العقوبات متواضعة. أضاف المقال إنه إذا أرادت الولايات المتحدة فرض عقوبات رادعة لروسيا، يتعين عليها استهداف النظام المالي لموسكو وصادراتها الرئيسية مثل النفط، لأن هذه العقوبات ستؤثر كذلك على النظام المالي العالمي، ما قد يدفع المسؤولين الأمريكيين بعيداً عن هذا الخيار. وقال المقال إن الإدارة الأمريكية حتى في حال رغبتها في فرض مثل هذه العقوبات سيتعين عليها التغلب على بعض العقبات، مضيفا أن العائق الأول أمام فرض العقوبات يتمثل في أن المسؤولين الأمريكيين يميلون إلى فرض العقوبات بشكل تدريجي بدلا من فرضها بصورة سريعة ومدمرة. قال المقال إن التحدي الثاني يتمثل في الموقف الأوروبي، إذ يتطلب فرض عقوبات قاسية على روسيا وجود توافق أمريكي أوروبي، مرجحاً أن الاتحاد الأوروبي سيكون أقل رغبة في فرض عقوبات شديدة التأثير مقارنة بالولايات المتحدة. هذا وقررت الولايات المتحدة السماح لكل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بإرسال صواريخ أمريكية الصنع وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا مع تزايد التوتر مع روسيا، ولكن يبدو أن هذا الأمر لن يحدث فارقاً مع تصاعد الأزمة، وهو ما أشارت إليه مجلة فورين بوليسي تحت عنوان الأسلحة الغربية لن تحدث أي فارق في صراع أوكرانيا ضد روسيا. قالت المجلة إن إرسال الولايات المتحدة معدات عسكرية إلى أوكرانيا لن يساعد بشكل واقعي، واستشهدت المجلة بما وقع عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم، حيث قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بينما لم تقاتل القوات الأوكرانية بشكل حاسم القوات الروسية التي انخرطت بشكل مباشر في القتال مرتين عام 2014 و2015 وبقدرات محددة، والنتيجة لم تكن لصالح أوكرانيا. واختتمت المجلة تقريرها بقولها إن المساعدة الأمريكية العسكرية لأوكرانيا ستكون هامشية في التأثير على الصراع أو ترجيح كفة كييف، مضيفة أنه بالنظر إلى حجم التهديد المحتمل ضد أوكرانيا، فإن الطريقة الأكثر فاعلية التي يمكن لواشنطن أن تساعد بها كييف هي العمل على إيجاد حل دبلوماسي. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. مقال في فورين بوليسي بعنوان حرب باردة جديدة ستقرر مستقبل أوروبا والعالم، والكاتب يعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا هجوماً على جميع حلفاء واشنطن. دير شبيغل تقول إن ألمانيا لديها فرصة صغيرة للمناورة في نزاع أوكرانيا. دي تايمز البريطانية تنشر مقالاً بعنوان جو بايدن ينهي عامه الأول في الرمال المتحركة، ويسلط الضوء على تراجع مسار طموحات الرئيس الأمريكي بسبب ما حدث في أفغانستان ومشكلات في الداخل الأمريكي. لوموند الفرنسية تقول إن القمع ضد النشطاء الأفغان يشتد في كابول مع اعتقال حركة طالبان ناشطتين في مجال حقوق المرأة شاركتا في الاحتجاجات الأخيرة. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد وفيها بعض الفاصل. البيتكوين تتراجع إلى أدنى مستوى في 6 أشهر. أهلا بكم من جديد. أعربت الصين عن مخاوفها إزاء التوسع في ضم دول إلى الاتفاق الأمني الجديد والمعروف اختصارا بأوكس، والذي يضم حاليا بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا. صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان انضمام اليابان إلى التحالف سيدفع الصين وروسيا وكوريا الشمالية لتشكيل تحالف مماثل. نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنه في حال انضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى اتفاقية أوكس بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، فإن هذا الأمر يدفع موسكو وبكين وبيونغ يانغ إلى تشكيل تحالف مماثل
لمواجهة التحالف الغربي، بيد أن الصحيفة قالت إنه من غير المرجح أن تنضم اليابان وكوريا الجنوبية إلى الاتفاق الأمريكي البريطاني الأسترالي المشترك، مرجعة ذلك إلى أن اليابان رغم دعمها لتايوان في مواجهة الصين فإنها لا ترغب في إفساد علاقاتها الاقتصادية مع بكين، فيما لا تزال كوريا الجنوبية في حاجة إلى الصين للتعامل مع أزمتها مع كوريا الشمالية. ورغم ذلك قالت الصحيفة إن هذا لا يعني أن تحالف أوكس لا ينمو ويضم دولاً أخرى، مضيفة أن الأمر مجرد مسألة وقت حتى يتحول التحالف من تحالف أمني دفاعي إلى تحالف جيوسياسي. وقالت الصحيفة إن تحول التحالف إلى تحالف جيوسياسي سوف يعزز من قوة واشنطن في مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنه في الوقت نفسه سيدفع صوب إنشاء تحالف يضم روسيا والصين وكوريا الشمالية، رغم أن المراقبين يرون أن هذا التحالف لن يكون تحالفاً رسمياً. قضية تحديد أسعار الفائدة من الأمور الشائكة التي أدت إلى تهاوي سعر الليرة التركية، مع إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خفض قيمتها. موقع أحوال التركي تناول الموضوع تحت عنوان مسؤولون يقنعون أردوغان بوقف خفض أسعار الفائدة حتى مايو المقبل. قال الموقع إن مسؤولي البنك المركزي في تركيا نجحوا في إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمديد وقف تخفيضات أسعار الفائدة حتى مايو، مضيفة أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي في الوقت الحالي يتمثل في تثبيت أسعار الصرف عند مستواها الحالي حتى عودة موسم السياحة والذي يجلب معه تدفقاً جديداً للعملة الأجنبية. أضاف الموقع أن الانخفاض المستمر في قيمة الليرة بعد ارتفاع حاد في نهاية ديسمبر أدى إلى زيادة الضغوط من قبل رجال الأعمال على وزارة الخزانة والمالية للتحرك من أجل كبح جماح انهيار الليرة التركية، مضيفاً أن ذلك فإن أردوغان لا يزال ملتزماً بخفض الفائدة وقد يغير رأيه مرة أخرى قريباً. وقال الموقع إن الرئيس التركي لم يتخلى حتى الآن عن سياسة تخفيض أسعار الفائدة، إلا أنه أعطى الأولوية لمنع ارتفاع أسعار الصرف إذا أصبح الهدف الوحيد لأردوغان وإدارته الاقتصادية في الوقت الحالي هو الحفاظ على أسعار الصرف عند مستواها الحالي حتى نهاية شهر مايو. أضاف الموقع أن الرئيس التركي لا يزال يعتقد بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من منعه، إذ يصر على أنه يرغب في إرساء اقتصاد مبني على الصادرات والمزيد من النمو والاستقلال الاقتصادي رغم تهاوي قيمة العملة التركية أمام الدولار. تراجع قيمة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في نحو 6 أشهر حظي باهتمام الصحف العالمية. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت الموضوع تحت عنوان انخفاض سعر البيتكوين إلى نحو 38,000 دولار مع التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا. وقالت الصحيفة إن العملة الرقمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس العام الماضي بالتزامن مع الخسائر الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم الأمريكية الرئيسية، إذ انخفضت أسهم شركة نتفليكس بنسبة 20% مع انخفاض عدد المشتركين الجدد، فيما تراجعت أسهم شركة والت ديزني المنافسة 5.8%. نقلت الصحيفة عن مصدر متخصص في بيانات العملات الرقمية قوله إنه منذ سبتمبر 2020 بدأت العملة المشفرة تتأثر بديناميكية أسواق الأسهم، ومع ذلك فإن قيمة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تتقلب أحياناً لأسباب أخرى حيث أصبحت تستجيب للتغيرات في السياسة العالمية. قالت الصحيفة إن بعض المحللين قالوا إن عملية البيع في أسهم شركات التكنولوجيا الشهيرة قد تدفع المستثمرين إلى تصفية ممتلكاتهم لتعويض الخسائر في هذه الشركات من التداول في سوق العملات الرقمية. أضافت الصحيفة إن تراجع قيمة البيتكوين تزامن مع اقتراح البنك المركزي الروسي فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها في روسيا التي تعد ثالث أكبر الدول في تشفير العملات عالمياً. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. إندبندنت، متحور الفرعي أوميكرون BA2 قيد التحقيق في بريطانيا. نيويورك تايمز تقول إن وول ستريت واجهت أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020.
موقع أحوال التركية تحدث عن تفكيك شبكة تهريب تكشف عن مسار جديد للهجرة انطلاقا من تركيا. غارديان تكشف إجراءات قانونية جديدة يواجهها مسؤول سابق في مونديال قطر مسجون على أثر قضايا فساد. يتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للكثير من الضغوط للاستقالة رغم اعتذاره مرارا عن حضوره حفلا أثناء فرض الإغلاق العام. صحيفة The Times البريطانية تناولت الموضوع تحت عنوان جونسون يقوي إدارته مع تصاعد المخاوف من التصويت بحجب الثقة. نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن جونسون أعاد تقوية فريق حكومته من حزب المحافظين من أجل إنقاذ حكومته وسط قلق متزايد بين أعضاء الحكومة من تعرضها لخطر تصويت بحجب الثقة بعد واقعة الحفل الذي حضره جونسون، مضيفة أن عددا من الوزراء قالوا إن التصويت بحجب الثقة بات أمرا لا مفر منه. أضافت الصحيفة أن بوريس جونسون يحشد الوزراء والنواب الذين ساعدوه على الفوز بقيادة حزب المحافظين عام 2019 لتسجيل مواقف كل نائب من الحزب لتوضيح الشخصيات الموالية أو المترددة أو المصممة على الإطاحة به في حال إجراء تصويت على حجب الثقة عن حكومته. نقلت الصحيفة عن فريق جونسون قوله إنه لا يزال يحظى في الوقت الحالي بدعم نحو 300 من 359 نائبا محافظا في محاولة للحد من تداعيات تقرير سو غري كبيرة موظفي الحكومة والتي تحقق في مزاعم خرق جونسون تدابير الإغلاق بعد حضوره الحفل. وقالت الصحيفة إن غالبية كبيرة من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين يصرحون بالولاء لرئيس الوزراء، لكن هناك عدم يقين بشأن نواياهم الحقيقية. نصل بذلك إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا لكم وإلى اللقاء.